السلام عليكم وحلقة جديدة من سكرين كاست. عودنا إليكم من جديد بحلقة عظيمة جدا وواحدة من أحب المواضيع إلى قلبي صراحة، سواء في أفلام أو مسلسلات السيريال كيلرز أو القتلة المتسلسلين. النوع دي من الأفلام بتجذبنا كده، تكون فيها فلسفة عظيمة ودماغ اللي هو إيه اللي بيدفع إنسان إن هو يقتل بني آدم تاني، مش بس يقتل واحد بس، لا بيقتل واحد واثنين وثلاثة وبيعملوا أفعال غريبة. لو عايزين تعرفوا أكتر عن كلمة سيريال كيلر أو سفاح أو أصل الكلمة دي أو قصتها، هنسيب لكم في الديسكريبشن إن شاء الله الحلقة اللي عملها أخونا فضل عن الكلمة دي، حلقة عظيمة جدا جدا، روحوا شوفوها. بعد ما تعرفوا أصل الكلمة وقصتها تعالوا بقى شوفوا الأفلام اللي اتعملت عليها وأفلامها ومسلسلاتها الاثنين. يعني ازيك يا خاسم؟ ازيك يا عمر، عامل ايه؟ الحمد لله الله بخير. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله العودة دي تبقى حلوة شوية بعد الغيبة بتاعت العيد. عشان نتكلم مظبوط أو بالترتيب الصح، فهنبدأ بمسلسل اتناول الفكرة دي أولها، يعني ازاي وصلوا لكلمة سيريال كيلر، مسلسل من نتفليكس وبالنسبة لي من المسلسلات الأندر ريتد اللي اتعملت عند نتفليكس، هو مسلسل مايند هانتر. We're talking to serial killers. Serial killers. New terminology. مستو بالنسبة لي إن كانش ماشي على طبع الجريمة وبتشوفها كتير. اتنين ديتكتيف بيحقق في فكرة ليه القاتل ده بالذات بيقتل كذا حد بترتيب معين أو بطريقة معينة، ليه يخلي الراجل ده مميز عن قاتل تاني بيقتل عشوائي. المسلسل ده أصلا مبني على أحداث حقيقية، كل الوقائع اللي حصلت كانت فعلا حصلت حقيقة. ممكن أصلا بتخاف من طريقه سرد المجرم، ليه بيقتل، بيوسط مسرح الجريمه، دخل في التفاصيل الصغيره خالص لكل قاتل. ممكن سبب صغير بالنسبه له عمل عنده مشكله من صغره كبرت معاه بقى قاتل عنده عقده من نوع معين بقى بيعمل المشكله دي بسببها. الحلو بقى في المسلسل بجنب الحته دي ان في جريمه بيخليك تطبق النظري بتاع المسلسل على العمل اللي هي في الجريمه، فانت تحاول تفهم من ده على ده. هو مايند هانتر كان بيتعلق اكتر بالسلوك الاجرامي للسيريال كيلر، الموتيفز بتاعتهم وما الى ذلك، ويزيد عليهم ده ان هو تحفه ديفيد فينشر، صاحب تحفة 7 وفايت كلاب، هو فعلا ريكومندد جدا وبرضه اندر ريتد جدا. المسلسل اللي انا هتكلم عليه هو مسلسل من انتاج اتش بي او وواحد من اعظم انتاجات اتش بي او، يعني هو ترو ديتكتيف. بصوا هو 3 مواسم، كل موسم بقصة مختلفة شوية. هنعتبر ان الموسم الثاني مش موجود، ما اتعملش اصلا. الموسم الاولاني فيه وودي هاريسون ومعاه ماثيو ماكونهي، الموسم الثالث فيه مهرشالا علي. الموسمين دول اللي هو الاول والثالث لا قصتهم عجيبة جدا وفلسفتهم عجيبة جدا. مسلسل عظيم جدا وريكومندد جدا. والفكره في ترو ديتكتيف ان هو بيكون على اللونج تيرم شويه، مش مثلا قضيه حصلت النهارده وتتحل مثلا بكره او تتحل الشهر الجاي او السنه الجايه، لا تكبر معاهم، بيقعوا في احداث وحوارات. المميز في المسلسل ده سواء في الموسم الاول او في الثالث هو الحوارات اصلا والفلسفه القائمه عليها المسلسل، فلا ريكومندد جدا. اللي بعده هننتقل لفيلم من الافلام برضو اللي اتكلمت عنها قبل كده، وهو فيلم 7. No witnesses of any kind. Nope. براد بيت ومورغان فريمان، والسيريال كيلر بتاع الفيلم ده هو كيفن سبيسي. والفيلم ده بيحكي عن قاتل بيقتل اشخاص بشكل عشوائي، بس مش عشوائي، عشوائي ان هم ما فيش ما بينهم روابط كمعارف او كشغل او مثلا قرايب او اي حاجه. الرابط الوحيد فيهم ان كل واحد فيهم عنده خطيئه من السبع خطايا المميته، 7 deadly sins. فهو كان بيختار ضحايا بتوعه بناء على خاصيه واحده موجوده فيه، يعني مثلا قتل واحد عشان عنده خاصيه الشراهه ان هو مفجوع طفص عمال ياكل عمال على بطال، فراح قتل ده. المشكله عنده ان هو بيحاول يحقق عداله من نوع تاني، حتى ولو كانت هتيجي على حسابه فهو بالنسبه له بيحقق عدالة او بيحقق ميزان في الدنيا. عندنا قاتل صاحب شخصية وصاحب قوانين معينة. فيلم 7 بالنسبة لي في كل حاجة انا شفتها وعجبتني، قصة، الممثلين، طريقة الوصول للنهاية نفسها، الفيلم نفسه حلو جدا. اتكلمنا عن 7 في حلقتين قبل كده، سيب لكم اللينك في الاي اللي هتطلع هنا او هنا. اللي انا هتكلم عليه بقى دلوقتي هو كوليكشن بقى كده من العظمه، وحاجه واحده اتعملت عليها 3 افلام واتعمل عليها مسلسل، قصه هانيبال ليكتر. هانيبال ده سفاح، ومش بس سفاح، هو بعد ما بيقتل الناس هو بيطبخهم وبياكلهم حرفيا. يعني الفيلم الاولاني منهم فيلم العظيم انتوني هوبكنز ومعاه جودي فوستر، فيلم سايلنس اوف ذا لامز. كان 91، وبعدها بعشر سنين طلع فيلم اسمه هانيبال. Is this Clarice? Hello, Clarice. وبرضو كان في شخصية كلاريس، بس كلاريس اتغيرت، كان في جاري أولدمان ومعهم ري ليوتا اللي عمل Goodfellas. والفيلم الثالث بقى Red Dragon. Two families killed a month apart in their homes. These attacks were highly organized. بيتكلم بقى قصية هانيبال ليكتر برضو مع واحد تاني عنده دماغ المزات كده، كان شغال مع الاف بي اي اسمه ويل جرام، بيختصوا بقى في سفاح تاني خالص بقى. على ناحية المسلسلات في مسلسل هانيبال. I'm
I'm going to remember. And when I do, there will be a reckoning. بيتناول برضو نفس الطرح ده. هو اصلا الاثنين مبنيين على شخصيه من كتاب باسم ريد دراجون اصلا, بس بيتناول بقى الطرح اللي كان في فيلم سايلنس اوف ذا لامز وهانيبال وريد دراجون مستوى اكبر شويه وعلى مستوى عصري بقى, سواء الثلاث افلام او المسلسل. فهم ريكومندد جدا وعظمه جدا. المسلسل السيزون الاول والسيزون الثاني فهو كان عظيم بمعنى كل حاجه. فهانيبال نفسه لو انت مثلا هانيبال هتعمل زيه, فانا كنت شايف ان انا ممكن اعمل زي هانيبال اكل لحم بشر, يعني مش شايف ان فيها مشكله. بالعكس انا كنت بجوع لما بشوف هانيبال بيعمل اكل. والسيزون الثاني كان كله بقى ايه, جمل من الحاجات اللي هي ما بين هانيبال وويل جراهام كانت حاجات عظيمه كده, وازاي ده ياثر على ده وده بياثر على ده. المسلسل نفسه مش مجرد جرائم قتل وتحقيقات والكلام ده, لا هو في جانب ثاني كده تحفه جدا يخليك تحب تتفرج وتسمع الكلام ده. الحاجه اللي هتكلم عنها المره دي فهي حاجه جديده نوعا ما شويه. هي عباره عن جيم, جيم دي على البلاي ستيشن اسمها هيفي رين. بغض النظر عنها لعبه, يعني لو هقول مثلا ايه اللي بيخليني افضل لعبه عن فيلم او مسلسل, انا اللي بمشي الاحداث زي ما انا عايز, النهايه بوصل لها عن طريق ما انا اخترت. لعبه هيفرين بتتكلم بقى عن سلسله جرائم, بس الضحايا بتاعها هم اطفال صغيرين بيموتوا في خلال 4 أو 5 أيام. القاتل بيخليهم محبوسين زي ما تقول بلاعه او في حاجه كده صرف لحد ما الميه تتملي بسبب المطر ويموتوا مغرقانين. المشكله بتاعت القاتل ده تعرفها على مدار الاحداث بتاعت اللعبه كلها, وفيها بلوت تويست عظيم, لان انت في اللعبه دي انت بتلعب باربع شخصيات, فانت كل شويه تمشي مع شخصيه من دي على مع شخصيه من دي. انت من ضمن الشخصيات اللي تلعب بيها هو اب لابن مخطوف وبيحققوا في الجريمه بتاعته عشان يلحقوه, يا اما هيموت منهم. الفكره بقى هنا ايه الدوافع بتاعت الشخص ده, حصلت معاه مع اخوه وهو صغير, فبعد كده الواد كبر عنده نفس المشكله دي وعايز يشوف هل بقى الناس كلها هتتصرف زي والده اللي ساب ابنه يغرق وما انقذوش, ولا هيتصرفوا بقى وهيلحقوا ابنهم. لكن هل بقى دلوقتي لو احنا نلعب من الجانب الثاني وانت تقوم بدور ابو الولد المخطوف ده, هل انت تختار قرارات اللي مطلوبه منك هتعملها حتى ولو كانت على حساب صحتك, على حساب حياتك, او على حساب حياه ناس ثانيه, انك تقتلهم او انك تعذبهم على خاطر تاخد دليل يوصلك لابنك؟ كل ده بقى انت بتختارها بنفسك, انها لعبة بس هي ممكن تحطك في موقف انت ما حطيتش فيه بره وتشوفك هتعمل ايه. ممكن لو عايزين ريكومنديشن تانيين او حد عنده اراء تانيه يكتبها لنا في الكومنت. عظيم جدا. احنا وصلنا لنهايه الحلقه خلاص, وما تنسوش تشوفوا الحلقه بتاعت فضل لو عايزين تعرفوا اكتر عن سيريال كيلر وقصتهم واصل الكلمه دي اصلا ومين اللي اخترعها وكل الكلام ده, وهنسيبها لكم في الديسكربشن ان شاء الله, في اول كومنت او في البوست لو انت بتتفرج على فيسبوك. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا طيبين. تيل اور نيكست تايم, بيس اوت.